أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن أبي عبد الرحمن وحاله ورش عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الله كرال نقضي أن رسول الله إلى رسول كيس صلى الله عليه وسلم قال وحوري بني الإسلام وإسلام كوالا رسى على خمسنا لغول سي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إله ما إله كالإنه سنجر غريد هذا لغول سي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صدر إنه يا غريد هذا لغول سي وإقام الصلاة الصلاة أول أقول للدائماء لغول سي وإيتاء الزكاة لغول سي سكادة قد شديدة وحج البيت لغول سي وصوم رمضان لغول سي. رواه حديثك وحوري إمام المحدثين دتك أحاديث كتقصصي لما دودي إمام أحاديث كوريين محدثين ذو جمع واي ضدك أحاديث كنت خصوصين أو فنقاس يعني يقينين وكنت خصوصين لما دي إمامه هرجيق يالو أهايين لما دودي إمام أحاديث كوريين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج القشيري لكاليرا في صحيحي ما لبس صحيحه ووين أيقو إلا هايين وصحيح مسلم صحيح البخاري لكاليرا أين كشيغين كوريين ما شمرك وحق أمات أو إقام الصلاة أو مو المراد وحلو قدر لي بإقام الصلاة المداومة الدائمة وعليها صلاة الدائمة من قول ما لقصو قاتل عربت قول كوضو شيء قائم أي دائم أي قولين والمراد به نوحوا إتمام أركانها صلاة أركان تيد اللتام يلو واستيفاء أقوالها أقواش يلو يعني اللتام يلو إيو أفعالي أفعاش يلو صلاة مرك أركان تيد إي أقواش يلو إي أفعاش يلو لن إنه صلاة صلاة من إن غطال سيدنا عمر بن الخطاب وحوري كسيد كتير لكتابك موضع من حفظها صلاة قفك حفظي أو حافظ عليها كدد على حفظ الدين ودين كيسو إلى شهد قفك صلاة حفظي أو كدد على إلى عليها دين كيسو إلى شهد ومن ضيعها قفك صلاة الله يعانه فهو أسيق لما سواها الضيع وحي صلاة كسهر أو كسيد ضيعات بدين هاي واعلم حقوقات أن صلاة صلاة عماد دين الدين كتير كيسو هاي وأجل مباني الإسلام إسلام كالنسيس كيسا كان أقوين وهاي الخمسة إشانتا بعد الشهادتين مرك اللقي مرك أوه ولا بد الشهادتين قد عشوا طبعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مرك اللقي سو قدو انت كالاتياء وين صلاة وين ومحلها صلاة محل كذا من الدين هو محل محل الرأس مدحا محل كي سواء من الجسد هو محل يعني سيد ما يشى مدحا أو جرك أغياله أي صلاة الدين كأغتال معنا فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له سيدة أو سنة للوها يستنقفها المدح قوال آفة كذلك سيدة سوك لا دين لمن لا صلاة له دين مرها قفك أن صلاة لهين معنا. قال سيدي أحمد بن عداء الله كتابك إلى تنوير في إسقاط التدبير وحوكو الأهي والصلاة شأنها عديم له وأمرها عند الله نجسيم ولذلك قال الله تعالى إلى وحورا إن صلاة تنا عن الفحشاء والمنكر قفك صلاة دوك دا صلاة حيك علي حماها وك علي زند وأوديري صلاة فنكدرك وأوديري هاسها وأوديري يعني ما لا يعني وأوديري ضدك عرض قوض الله الدلاعي وأوديري حنت وأوديري سا وحصن يأوديري صلاة أوديري هذه صلاة أي نغطو صلاة صحيحة أوفي عنه أنا وقال رسول الله إلى رسولك سعود صلى الله عليه وسلم لما سئل مركي لسؤال أي الأعمال أفضل قال وحور الصلاة لوقتها وقال صلى الله عليه وسلم وحور المصلي قفك الدكان يناجي رب وربي جيس ولك هذا قفك صلاة كجرا وعدة أو لفقاي أو قار ولا شيء كيساي ربي جيس عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام وحور أقرب ما يكون عبد أدونك أنتو يهي مركو أقو دواشب بدن يهي من ربي هنا أقو دواشب بدن يهي حاسن ومد حسلوا والحال أون حسلوا أسيق أدونك يهي ساجد مد سجود سنويا صلاة مركة أيضا عباداتك كلاتو أن صلاة اجتمع فيها وحكو كل ما من العبادات ما لم يجتمع في غيرها وحن غير كيد كل من صلاة كل ما وطهارة إيامسك قبلة لقابلة استفتاح بالتكبير قراءة قيامك ركوعي سجودي تصبيحي أو في الركوع وسجودي هذا وقت هذا تصبيح سان هي والدعاء في سجود إلى غير ذلك أنا آيات قرآن ومرك شيخ وصوغة تحافظوا على صلوات والصلاة الوسطى آياتك صوغة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وصوغة ولا تكونوا من المشركين واتقوه داس هذا منيبين داس الإنابة حالي الرجوع لا بشوى إلى الله إلا الله تقوضنا وحالي امتثال المأمورات مأموحي اللي اسفري أو لفرتومه التي مأمورات كاسو منها أو كميدة إقامة الصلاة تقوض ما دام إيتا امتثال المأمورات استناب المنهيات امتثال المأمورات كي يسوغلاي إقامة الصلاة سوغلاي استناب المنهيات نيسوغلاي ترك الصلاة سوغلاي أنا منهيات كالله رب إن لقل الله يحضر الله إسكي إلالي ولقفق هذا الله رب حاسوغلاي صلاة دولغته صلاة هكتين معناها
marka hadana ay doosaas liido oo taqoo la sheegay hadana xaal la sheegay waa qiimo salaad wa ma ay soo dhaxgelaysay qeexitaanka wa taqoo ay soo dhaxgelaysay hadana waa qiimo salaata liido salaadi gaar ah loo bixiyay wa li ahamiyatiha iyo wa li cidami shaaniha shaaniga salaada ay leedahay weynikiisa macnaa hadana wala taqoonu min al mushrikiina ala keenmo oo la isku cadsi arintaas maxaa way wa qofka salaada ka taga qatarta diineed oo ku dhaxdhacay ay cadeyn u taa macnaa aydana marka xaal la rabaa inuu iska fogaado inuu ka fogaado macna qowsa salaadi ka tagin oo ku dadaal rab si uu uga badbaado inuu ku dhaco wal uu soo dhaxgalo walaa taqulu mina mushrikiina daas dadkii la dhaay yani mushrikiinti si uusan uga midna qanin xaal rabaa uusan diilaa una qanin inuu salaada ku dadaalo macna aayad kaleeto uu dadana soo qaatay sheekha qad aflaxal mu'minuuna daas uu soo qaatay yani waxa liibaana mu'miniinta oo salaada qushuuceeda ilaalihay wixii oo yani bilaashana ka jeesay sakadana dhiibay farjigoodana ilaalihay macnaa oo xifdihay ana illa ala azwaajim umma malakat aymanu maashaas marka aayadkaas uu ku tiriyaad meeshan oo waxaa timaada waqaala allahu tacaala faqalafa min bacdihim khalfun meeshaas imaada waqaala allahu tacaala ilaahi wuxuu faqalafa min bacdihim dadkii waan wanaagsanaay waxaa ka gadaal maray gadaashooda yimiday khalfun kuwa xunxun gadaashooda yaa yimiday kuwa xunxunaa yimideen kuwaas xunxun xay sameeyeen adaacuu asalaata salaadeen dayaceen watabacuu ashaawaatana waa raaceen فسوف جير دنبي يلقون الله كل مدونا غي ينود غي ووادي ما عيسى معنا إلا من ما ين تاب توبة كينو وآمن الرمية وعمل عمل فلا عملا صالحا قال الشمس الذهبي إمام الذهبي وحوليه كتاب ليدا الكبائر وأسيق ليه وحكويري قال ابن عباس وحويري رضي الله عنه ما الله كران نقضي ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ما صلاتين ضيعين يعني صلاتي كتجينيك بالكلية بإسكت آفين وجدد ساس معها وحور معنى ابن عباس وحور أي ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ما إيه ولكن أخروها أنا أوقاتها صلاتي وحي كديب دقان وقت جديد نفسيا معنى دات كان للي خلف كوح ونحن للي أو مركز اللي تلماما إلي أضاعوها الصلاة وطبع الشهوات لي صلاة اللي عتانك إلي عين صلاة دي كتاقين ما هي وصلاة دي وقت جديد نفسيا معنى أخروها عن وقتها إيه كديب دقانا وقال سعيد بن المسيب وحوري سيد التابعين وامامه هاي وحوري هو وحواي راسك الله يصلي الظهر انه سدكين حتى ياتي العصر ظهر دكما الى عصر لقار مغرب دكما الى عشاء لقار عشاء دكما الى صلاه الفجر لقار فجر دكما الى قرحه قد لا توي اي فمن ما تقف كده انت والحال هو اسغ مصر او دائما على هذه الحاله او ولم يتوب او سن توبه كينين او عده الله اليه وهو بلن قاداي او غوديه بغين وان وادي غاسو غلا قف وهو قيق لو شيغانا واد في جهنم كو يالا واي او جريديسو ااد فوغتا معنا صلاه الى يدنا ايات كلو وحو كيرو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اي غافلون عنها هالمامسن متهاونون بها وافضلسنا معنا سعد بن ابي وقاص وحور سالت رسول الله سؤال صلى الله عليه وسلم عن الذين كو يان كسؤالهم عن صلاتهم ساهون قال مقاسو وحور النبي عليه الصلاه والسلام هو حوايه تاخير الوقت وقت يقول لدب دقوا أي تأخير الصلاة عن وقت على قدب دقوا إلى أيق وحكم مع المصلين يعني مقال كي حيوجين ضد كهاي أي مقال كي حيوجين معنا لكنهم لما تهاونوا بها مركي فضلستين صلاة أو آخرها أي دب دقان عن وقتها أي كدب دقان أو عدهم إلى وحقوا قضية بويل وهو ويل كل جوش يقعون ويل كنا وشدة العذاب وقيل وحال هو وادي في جهنم كويا لا لو صيرت في جبال الدنيا الدنيا بور هذا أنا هديه المصاش وانا لا دابت وانا لا لهذا من شدة حري معنا كل الكيسة دراشد وهو أسيق مسكن مسكن واي وهو أسيق مسكن من مسكن كيسة واي يتهاون فضيسنا بالصلاة الصلاة أو يؤخر أدب دقاي عن وقتها كدب دقاي إلا أن يتوب إنه توبة كأنه ما إن إلا الله أو توبة كأنه أو يندم أو قم ما على ما فرد وحو كل يلو أو حد قد بمعنى ساس ولا سعاد marka salaadaas in lagu dheelo oo caladiina macan salaatu misahuuna la soo galo lama ogolowad inuu iska ilaalsaalo qof hadii kale qofka wuxuu ku dhaca faweeluntaas ku dhacaysaa duuso tooba keenimad adaa'u salaatana laga ma wada salaadii birkuuleen ba ka tagay laga ma wada aqaruha aan qaatiha ee kadib dhigaad hada ugu arintaas dadaa wuxuu qofa wuxuu sameeyaa wuxuu ku leeyahay maanta dhan aniga shaqo ku jira maadaama maanta dhan aan shaqo ku tago jiro awada guriga markaan tagaa xaan israaciyaha automatic baas aan rida u leeyahay aan salaadii israaciyaha ma jirtaa taas ma jirto ya yaro ma ka jirtaa
هذا هو 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 هذا فوت لو ما هاي موجودة واحد صنع واحد صح ما واحد دين تكمل أنا ما واحد في عنا ما أقولي وأنا كوتر وأكو عدا الله عو أصل فخلف من بعدهم دت كون وأنا السنة كذا شاطر يا ما هاي خلف كوحهم حيكون ما دنا لغة المام الله عو أصلاة ابن عباس المحولية الله عو أصلاة تركوها بالكلية معها إيه حواي أخروها عن وقتها وأسكو صفر ليستن موجودة هو كي بقى مازل موجود أمريكا مركز إسكا إلى الواس قفقنا على جواني وقوت أسأل الصحابة فويل للذين هم عن صلاة مساهون سعد بن أبي وقاص مركو سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الذين هم عن صلاة مساهون نوقع ساحة حقوف سري وقت جاي ايدي ودي جاي سمع يعني مركز وقوت أسأل إسكا إلى المركز وقال تعالى أيضا كلا تصوغ فرديس أوفير سلام يا أيها الذين آمنوا لا تلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا كو على رسول ما ينو لا تلكم أموالكم حولين إيه ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله يسئ إذا كم مشغولين ومن يفعل ذلك قفك كاسة ما يو عرورته إيه حوله أي كم مشغولين ذكر إلهين فأولئك هم الخاسرون كو أسوأ خسارة قال المفسرون حين المراد بذكر الله في هذه الآية حي على قوة الصلوات الخمس من جديد نيكا مركا حوره حور وين يرا ما أنت وام مشغول ما حكم مشغول شغلكم مشغول ما لا تريكم أموالكم أمر أرجع ذكر الله أو ماشي خو جنا يوم نقضي صلاة أو نقضي وأسكوف الإسلام مركا من جديد إبر أمر كلا بنا قال أنت واك شيق واك مزيع دي حور فمن اشتغل قفك مشغول بماله مال كيس كم مشغول في بيع وشراء إنه وح سكر قدر إنه وح صوقة تكون مشغول ومعيشتي نلشي تكون مشغول وضيعتي بيرتي تكون مشغول وأولادي عروتي تكون مشغول عن الصلاة ونك مشغول في وقتها لود كذا كان يوكم من نقاف قص من الخاسرين وكم من نقاسينات ساس ولا صامر شيخ أمرك عقول إذا علمت هذا وقعت هذا كان إيه وما كي جاء من فيه أو من الآيات فسق ساس على دكت أقول لما كي أذكر لك أن كل شيء مشروع عن حاله يمدل اللي بشيء من الأحاديث النبوية أحاديث هذا نكو صوت رأي أحاديث هذا نقدر يصير آيات قادتها قال رسول الله إلى رسوله سحور مركز صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة بالله كنا قد حي حواه والصلاة فمن تركها قفك الصلاة كتك فقد كفر قفك زوك ديما وقال صلى الله عليه وسلم حور بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أدونك إيه كفرك أنت قد حي سحايا له صلاة أولغته صلاة دو كتك حونغا كفرك قد عقفك ساس والصلاة هذا لكن سائل سلفه أن أقوي كفرك آني لغو موضة كفرك توسك آي قفك الدين توك بحايا لغا موضة أو كفر جاء وحاجر كفر اللي جاء كفر دون كفر كفر اللي هاجر أو معناه قف كاني وحكوج ساري نعمتي إلهيسي حوجي إلهيسي عقلي إلهيسي إسلامك إلهي ونعمي أو قف كانوا كوج ساروا حولي مدي وحلا فرايو ديدي أو سليمان ساسا لغو ده معنا يعني كفر جاء وحواي فعل الكفار ولين معنا ده كان كي جالده أو لي مدي أو هاي إن صلاة دل دكان أسمعنا وقت قال هذا ee markii la joogay anaga madhab kashaafiic baan anaga haysan waxa way qofka wala kala qaada ninkaan salaadi ma diidan yahay wajibkeed ma soo aanin meermeere asas ma aan ku tabadax ku soo marin haduu jaahid yahay waxna qay tos yo munafiqa nin salaadi diidaa waa baxay taas doso xarada uga bax kaafir tos oo naqay kaas hadii laakiin uu sin jaahideen oo leeyahay waa dukaaniyo bal alaana soo aanuun shee ee oo qay kaas xun qay fasiq oo ay sama saas loo kala qaado مركز أسرة مركز أرجع كفر قال سيس وحوب سيس أرجع كفر ما قارة تاو توس أقعد كلا غب حما إسلامك مركز النبي عليه السلام ده نارتان ده على عدي دتك أقوم بدنه يدكوا أي ما حنكون متسنن مركز يرين حال يري تكفرنا العشيرة منه أو كما قال نكي نتكو قالوا دي سومن وكل سرتين على قدر سما كل سرتين على قدر أعجب الكفار النبات القرآن كم جرتوا قال ما على قدر ما على قدر مجددي marka erag adiga kaafka ay faadayaan raadana daaragto xirada qofka kale boodi waxa laga hadlaa xaway nicmadi uu qofka ku jiisaaray ama xulayimna ficilki gaalada dhaqankoodu leeyo ta kale ta meesha fiiri hore waxaan soo qaadanay kabaairta diinta ma looga baxaa kabaairta diinta looga ma baxaa
ما حنسوق هذا نعيده حديث كن نبي عليه السلام بلدي مين قف كاسول لا 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 ده دون أنتم جنة دوب قال ولا لا مني إيه نبي عليه السلام مسؤولين وين زنا وين حاله وجو جواب وين زنا وين سرق لهم جواب وين سرق يعني جنة دوب قال سول مني وأنا كبائر سما مركب كبائر تلوغا ما بحه إسلام كلوغا ما بحه إيه إسلام كتوحيد قالوا مسوق على إن أسيل ديدنا والله قبح على إنتم وحيابها كلو واجب كانه وحاله أيضا روح هذا قد كحاله قبيح كره إنكرتان صلاة وجوب كده ما وجدت روح صلاة لا لا إله إلا الله ونوير إسوافق ما تحصل جديد لكن وحال قدر حوالي كان صلاة يحوله ودكا ويلا أها أها ما ندكا فاسق وياكس وسوق هذا نهيد الله صحيح مرك أحاديث تسوق صوت الشيخ من فاتت صلاة العصر فقد حبيد عمله وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد بريء منه ذمة الله قفك صلاة كتك أسوء كساي ذمة إلهي كبير النقطات من حافظ على صلاة حديث كلا وكانت له نورا وبرهانا وهائي والنجاة ومن قامت نور هي بحجة هي بدباري ما نتقيمون قيام ولم ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ما ننتي قيامة نور ونقمة برهان ونقمة بدبادنا ونقمة وكان وليب يوم القيامة حوانا مع فرعون إيه وقارون إيه وهامان إيه أبي ابن خلف أول الجوغة من جديد ضد كاسوق يا ملا جراد قال بعض العلماء حيري إنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة تالا لسوق الماء مهاجر لأنه أسيق إنما إن كلام يشتغل ومشغول عن الصلاة بمالي أو ملكي أو بوزارتي أو بتجارتي أفتص منكم منكم مشغول أما مالك مشغول أما ملكي بغرته هايكم مشغول أما وزارة دي سوكم مشغول وزيره هاي أما قناع سوكم مشغول فإن اشتقال هدو مشغول لني كان صلاة دي أكا مشغولة تارك صلاة كاي بمالي وكم مشغول حشرة مع قارون إلا أن قارون هانتي الله يسوما أو فريس يسلق هذا جماعة سيدموينو مركا قارون ولا جوغا نيكا تارك صلاة كاي دي صلاة أوغا مشغولة بمالي يعني وإن اشتقال بملكي ملكي أو هاي دو صلاة أوغا مشغولة حشرة مع فرعون يالا لسوكم ما فرعون ولا إمام أنا وإن اشتغل بوزارة هادوكم مشغولون حشر مع هامان يا الله لكم يا هامان الله لسوكم مياه وإن اشتغل بتجارة هادوكم مشغولون حشر مع أبي ابن خلف مجدد تاجر الكفار بمك قنع ستدي أو ما كدوكتي نيكي أبو تاجر سنايا أبي ابن خلف مركا نيكا سأل الله لكم مياه مركا واكا سأل الله وقال صلى الله عليه وسلم حوري إذا صلى العبد أدوك أدودك لأ الصلاة صلاة في أول الوقت سعدد وكريسة إلى السماء كريسة ولها أيضا النور نأصنا حتى تنتهي إلى العشاء كجاريس فمركزي صاحب كيد أودي مرافة البيساء إلى يوم القيامة وتقول حيلا حفظك الله وكما حفظتني إذا صلى العبد أدودك لأ الصلاة في غير وقت أدودك سعدد إلى السماء كريسة وعليها ظلمة فإذا انتهدت إجارت إلى السماء تلف وعلى الضدوبة كما يلف ثوب الخلق مرد باليود سيد الله الضدوب ويضرب بها وجه صاحبها لو قرع وتقول مغسحيل اذا ضيعك الله كما ضيعتني مجدد الله قد ضيعه سائل لا يعلاد نبي عليه الصلاه والسلام حور سدح قف صلاته لما اقبل من اما قوم وهم لو كارون قفكي دد نعاي اسيغ او دبساي صلاه كبخيا قفكاسي صلاديسه لما اقبل امام ددك ونقت ددكنا كوم روان حوبا كويسه صلاه دا حين غي وحكم الجيران ان غيس لما اقبل اذا امام اورديد ما له مره اورديد ما له ان لو ادمو لوغو قنعه اقون اه اولاد على الرمادي اي قف دمو جماعه كربي هذا ادي سبب نقته كون قفني وحو ارك ان صلاه دغ ديليس دينا ما كره صلاه دي لوغ ديلا دي ما كره جماعه قف كربي يا دباتاس غارسي ادا غارسي حال رو مره وحي ان سي دبا انت برتا امام لا ربا نقته انا وحا كلو لا فيرين قفكي قف حره ادون كدغت قف حره ادون سدو اصرحوا نقا لا فير ما قيام iyo nin salaad la imaahay dibaar aan wad gadaal ka raac oo salaada kula imaaha lama ogolay wad dibaar aan yatiya inuu la imaado waa badda anta fuuto markay salaada ka fakato nabiga kaleey salaatu salaam xuur waa kan aadna fiir man jamaa bayna salaatayn ninki lama salaad jumci jamaa ku samee oo meel isugu geeyay min qeyd cudru cudrul aan faqad ataa baaban u leeyo oo min abwaabil kabaair kamid tanidi lama salaadood qaabku wax loo jumcay waa soo qaadanamo salaadan salaadiin la jumcay ba shaqo ku leeyeen iyey jamci banaanaay bad kimida aheen oo wuxuu sameeyay mashquula ah oo rasuul salaadina ma xariistay suuxu ka kiciyay cishe uu geeyay hal mar uu xariishay shaqadiisa waad wajida ama cawada duumada ta subaxii ka soo bilaaw cishe geeyay asuu israaca kaas xulay marka faqad ataa baabal min abwaabil kabaair uleey lama ogol arintaas marka waqala sallallahu alayhi wa sallam xuur man la qiyala qofki ilaahay la kulmo wal xaalu asiga mudayicun li salaati aw la yaci lam yaab illa ilaahi wa abiyiri ba bi shay min hasanati
نك إلى لكم عصا صلاتي سك سودلي هذا وحي كلا توسمي ما له أبي إلى إلى أم أبي إلى نب وقال ابن مسعود وحول ما لم يصلي قف كان دكانين فلا دين له دين ما له قف كان دكانين ولما دعنا أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كود مرك الله دور عمر ابن الخطاب وهي قيل له حاله رأى الصلاة يا أمير المؤمنين قالوا حور نعم ولا أحد نصيب أم سقنان في الإسلام اللي من قف ترك الصلاة قف صلاة كتجا نصيب ما له وصلى ودك والحال جرح هنا يثعود أو نيجو أي يسيل دم نيجو أو قدر إيه هذا وقال ابن عباس وحور رضي الله عنهما الله كرى نقد من ترك قفك كتجا صلاة واحدة متعمدا لقي الله تعالى والحال هو عليه غضبان وحاله سياد مركز صلاة إن أنا لقيت تجين على الراد عبد الله ابن شقيق وحال جوري تابعي واسنو حورده زاد صلاة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام شيء أعماش كمدة أو إن لقيت تجا كفر وأركاين وحكجر صلاة كجرت صلاة دي لقيت كفر وأركاين ولي بأسيق ولا سؤال ناقة لقور صدق بلال رواك ورا حال كذا لي بلا تصلي من دقتي فقال من قصور ما لم يصلي فهو كافر قفن دقي وقال حال سكور سواد ساس الله سامر وقال عون إن عبد الله وحور أذن كديل قال شقبرك ما أنت قيام الصح أقوى رسول السؤال قبرك ديل جي وح أقوى رسول السؤال سلاديسه حديث سلاديسه أوكي نقطة نظير في ما دون ذلك من عمله هذا سلاد أوكي نقطة أوكي إنسان غن لم ينظر في شيء من عمله بعد الله في رماد ابن حزم الشيخ اللي لو حوليه يعني الدم بالشرك قداشي سكوين بدن من تأخير الصلاة عن وقتها مجر إيه وقتل مؤمن بغير حق الذي لعنه وقبيح بالمؤمن ما لا موجود إسلا صدرك هاس وصوت وقبيح بالمؤمن قفك مؤمنك وحكفه الحماء أن يدخل إنه قال عليه وقت الصلاة إنه صلى قال معنا وقبيح تصوت قف قومك وحافظ الحمقاء ان وقتك الصلاه او سوغل والحال هو اسق على شغل او مشغول شقاء كجرات من مشاغل الدنيا فلا يدرك من كسوتك او يقوم الى فريدتي وسوك ما التي كتبها الله عليه اوقر او فيؤديها او قتل قف قومك وحافظ الحمقاء او فلان ان صلاه وقتك لا غار اسو شقاء كجرا شقادني انت جوجي او سوبخين او سي وته تاسا حافظ الحمقاء او فلان صلاه اول الهاليه هي والاقامه لها صلاه والاقامه لها صلاه اول او وحكمت إلى أنت حسن القشوع قشوع أولى وناجيات قلبك أولى صاحاتنا قرد أولى فرفيري معاني ديد أولى فهمسية قضوعي إسلوب لقيتان إلهي درتي اللي سلوب لقعيني إن ليس دريسي عناد قلبك إلا قب وحشد تعظيم الله وتقديسي عند التكبير والتصبيح وفي سائر أجزاء الصلاة صلاة قيبة أولى ومجانبة الأفكار فكر إلا قف خوادر الدنوية ويا إلا قد يرادات إن لقد جئت عن حديث النفس إن لقد جئت عنه شيخ حكور ولو يلاحظ المصلي مصلي قافي ريحين صلاة القيام والتراويح أنه يجب حكو واجب ورقفك صلاة الدكاء مركو تراويح الدكاء أن يتجنب إنه كف هذا ما يفعله بعض الجهلة ذاتك الجاهلين تأوحى سماع حلق التراويح ده إنه إسكا إلى آليات أو من الإسراع ضد الدين في صلاة الصلاة اللي ضد الدين ذاتك الجاهلين تأمرك التراويح دشان حي سماع صلاة ضد الدين مركز المخل حرمة المخل لما باركانها او لما هي والاسراع في القراءه القران لدجي مجيده قران كاخرتان كيس دجي هي والركوع والسجود في سرعه دجين اي وقت ضافتان هي والنقل كون مجيد كنقل القرابي سي دكان سي دكه لو كويات ادي هاي سنين نين كان اليكم من مسؤول واي صلاه دين بوبسي كورتيس اتي استراد اسكو سو جل ادي بعض الجاهله الحكومه اسكو سو جل صلاة إلى الله دي صلاة أركان لهذا قراءة لهذا سيستم كذا هذا الصح صلاة عدة قوان كذا إسكال هذا قوي إيه هذا قوي سنين هذا قف كبير هذا نشهد أن كعيارة أنت كم عقول صلاة نجيب بسي نحن شهد أنا كعيارة وركيس ما يلا هذا هاي سكوا يلا هذا كذا هاي سكوا دوان صلاة السيدة هذا دي هاي سكوا قلدين صلاة هذه كالحين غي ولا جاف وقاه نين كتاب كان سواق رستاق وأركا بعض الجهال وكقدرة وكاتجا نين كاتجا ودي سأصل صلاة أنت سوى باشال لكن إنا صلاة إلى الرسالة الرومانة فالصلاة صلاة التي صلاة سوى على هذه على هذا الوصف كسوا فاسدة الاعتبار قيمة تيد مني في سادوا يترتب على فاعلها أنا حاك الراعي الوزر دين بيأور لها يبقى محاجر لأنها فقدت أركانها أي ويسواد موجودة مركز صلاة نوعانا صلاة شقيه سماءها موجودة نبي عليه الصلاة والسلام وحوكو رشيق اللي بعيد سمايوري مصلي قان إنو سوقلا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو قول النبي عليه الصلاة والسلام رب قائم كتا قال الأركي ليس له من قيامه إلا سهر استاقيس وحن سوجيدين أن كيرم
وإسك تاجي يعني مركز عقالي سجد بس وحفة إذا ومش قايم مجتاد حديث كه حديث المصي سلاتي ونا مشهور واتقانين كاس عام سينا ساس رسولك عليه الصلاة والسلام هو أرك رجل نمو أرك النبي عليه الصلاة والسلام لا يتم الركوع أن تأمير أو ينقر كويها في سجودي سجوديس والحال هو يصلي ودكاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام حوري لو مات على حالها تقول ما لا هذه أوتنا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما لا هل كان حديثنا مسترنا ما لك هذا جاري مكان قرح وادي علمي قفك عن ركوع أن تأمير أو سجود كويها وحول ميدا قف قاجونو هلت من ام بلبت من عنا او لا يغنياني عنه شان بايس وحتري هلت من لبت من قف قاجن حيتري قف الركوع اي سجود انت ميل النساس ولا ميدا معناه واك الشعر كان اوليه كم من مسلم بدنا قف دكا وكم من مسلم ميد دكا بدنا ما له من صلاتي سلاديس اي سوسغنان سوى رؤيه المحراب محرابك اركديس وحان هياد مشايك وي محرابك وارق لكن صلاتك لما شفت الوجودي إيه والقفض هاس ونقشة إيه والرفع كور نقشات ما أنت الإنسان سوداي سنة وداي محراب كين وأرجع لكن صلاة مو هاي قفك صلاة ما هاي نتسا ساب بدن واد ترى هو أرك الساعة على سطح الحصير الدين تلحد هذا كأرك الساعة قائم الأسوته وهمة تهمدي سنة تجرتها في السوق يجرتها في الأقد قال شيء ودفع دي بدواد سوق ونكا وإحنا كقاتوا وإحنا ودي بواسير مركز صلاة دي سعينا قتل رؤية المحراب إيه القفض والرفع بس هنا قتل مجدد لازم حديثك خلتنا وطوى ليس للعبد أم صنان من صلاتي إلا ما عقل منها صلاة وحو لسع يفهم سنايو كلها ما هي صلاة ومقنع أسيقا كم لا وأن المصلي قد يصلي الصلاة الصلاة إنه دكتا دعي كرتقى فلا يكتب له الفياء سدوسة أن لغني ولا عشر وانا أن لغني وات يعني حولة جيدة أنه وسي يكتب له حال وقرع منها صلاة حقيدة على القدر الذي كان أوها فيه حاضرا مع الله قاشعا له أسوق الشعاع وقد يقل ذلك إنه يرادنا وادعكته وقد يكثر إنه بطن وادعكته وحيث كحر أنت بحسب الغفلة يوال انتباهي كحر أنت هاد بقفك إنتو براركسنا إنتو مقاود فالحاضر الخاشع في جميع الصلاة تكتب له صلاة كلها والغرة والغافل الله في جميع الصلاة إن الله يكتب له شيء من الغرمة نكي صلاة مركو قال إلهي كذا ما تهو هذا كم أغنائي وحل الغرمة نكي صلاة مركو قال إلهي كذا ما تحال ديس أوكي إن والغرة أسيبنا فاجتهد كود دال أيها المصلي رحمك الله الله كون على سيف الاعتدال كود دال والطمانينة كود دال والخشوع كود دال والخضوع كود دال في الصلاة أشعر دريسي نفسك النفتادة أنك أري قائم إنا تاغتا بين يدي ربك ربي قال ارتيسا تاغتا تناجي أسألك وليسا وتتدبر في فيري ما كي تدلوه أقريه سوء من كلامي تعالى في صلاتك قرآن كان أدخلينا في فيري أدي كنت تدبر معنا أسكا أغرينا هذا فيري تصالح وقوع يعني وحنكون هبل وقالة وقوبة أنا وأيتم ما حسوقي أنا وحكوش يا أبو حسوقي السماء موبيل كي جالس كلا كلا بحاني أنا وعطى سما أنا وحيش أكتر ولا رمون حاجة شيء موبايل كذا إسكالات كذا بحدي هذه كنا بيشاء تاجنت ما حكوا صباحا يا إلى هذا اللي سوما وليه إسكوتي يا نجتك واحد جربتي ده ما ما سمع ليش يا كورنا دا ولله المسلو علي كورنا دي أدلاي أنت هور استعكتو أنا أتن كلا دا هور استعكتو إيه أدو هور تاجن أسوون أو دري إلهي أهور استعكتو إلهي نو كهور تا كهور جوج أو كده جيسا وحش جيسا خطاب هذا عايز أمين الحمد لله رب العالمين أدو كي جواي أمان إلهي مدينو الرحمن الرحيم سيدو كرمل دينو ساس يوسعت سما أيضا حالك سيدا سهاي أو ساس أمشي وتعنت هذا اللي شكر أسوق إسكادو وريق إسكادو بلد كاي إسكادو شاكك شو هذه لما أسمع شغل إسكتاي رب العالمين ود وحكرب تنا أهور تاج أنت مش قيها أنتس مش قيس خوفكم مرك حال ربا هذا فيري صلاة بقول لك بحها حال ليه صلاة بحالك بحها يا لسل يا 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 وح سلام يا سل سلام سلام شو ميتمن ده كلام مقنع وشو من إسي سلامه مش حرب مسألة ربا ما كوجت أنا كسوف حين يا إسي سلام لا بك كلام مقنع قف كام مقنع كوي مدي وأكو سلام السلام عليكم أذا كم مقنع وأطي من حاتري السلام عليكم أتي
معناها دمو صلاة السلام عليكم ولي حيتاي قف كاني مركو صلاة الله أكبر أويري وابكبحي هودا إيا الدائرة دي مخلوق أطلن قف كاني وابكبحي يو آدم مركة في حضرة ربي وجراء قف كان صمان مخلوق مولا جوا لما جوا الله أكبر مركو لما جوا مركز ما دام ربي جيز أو لصاك هذا وصاد أم ماستي أو يوم صلاة تي مخلوقي وني من مركة حوليا مركة السلام عليكم هاي هذيك ورا مركة أدون ساس بو فهم زين أدمو كهرب بحدا بقى أدون ماشي جوا عير لا تكت ملقي سوي لا عير ملقي السلام عليكم تعدي عليه حساب حيتها كأنك واب أديكم مغناي أو يمدي يعني صلاة أنا مركة الله أكبر لي زيتادي في حضرة ربي أجوتها إنما المصلي ينادي ربه أو كما قال حتى ما صورش نانوك نانوك جرينا المصلي قفك الدكان يقولك هذا ربي يقولك هذا قفك أمرك واكب حي سماء دائرة دي مخلوقة إيها ودي أرن واكب نحب حي ربي يقول لك هذا السلام عليكم حين غير مركب معنا هذا وإمي ده سماء السلام عليكم وضد سوي جديد مرك حال رواقفك إنو أساس أك إنو صلاة قلو صلاة دي سنو إلى شدال رمان ساس ولا سعواد رج السلف كاي مرك لفيري ورج السلف كاي لفيرينه صلاة حاجة إذا مرك ليرادو وحي كلها ين فمي ذلك وحكمينها كوير رج السلف كاي مرك وحي كلها ين ولقد بلغ الخشوع في صلاة برجال من السلف الصالح العارفين بجلال قدر الصلاة والعالمين بعدم موقعها يقينا من الدين مبلغا عظيما كجارين معنا وحكمينها تصلاة السلف كلا سوقاته أن أحدهم كان يقع عليه الدار شنبراك صدعيس والحال هو قائم وتاجي شمبرا دوش وقصو استاجي في الصلاة وتاجي أو ساجد أم بأسو سجود يحسب شمبر كحوم عليها أنه قائم كاني حائد درب ينوب شمبر كحوم عليها نيك أنا صلاة دكوما مركز عمرك وقصو دكتو شمبر كحوم أمسيا وح أو كدكتي إني درب هين صابت حواي أم بقي الجماعة هين صابت حواي ومن شدة هدوئي معنا حس الكيسة درنام بدنا معنا إيه وطول قيامي وسجودي قيام كوات إيراي حتى نبح حواي أساس صلاة أتاقن ساس مصار مقرأي معنا ما كجري معنا ما لا فير فيرس كم جرو دقاق ما ودي أفعال ما سميها وحمة يعني حقيتان إيمان تاني على الصلاة حشيء مروا موبيل في شيء قارب ولا جاي بعد دي مسيب صرع إنه أتفير شو مسكحرس سما أسول كنا جوابي ومسيس كنا أخريا أبغى لك إياها أساس صلاة يا dad ku akhbaran tamo atafiri aadi dib ati message oo akhri digaas u jeeda yaani saas ayagu ma aheen xiyaan qiyaam kooda dhirkiisa iyo huduudadooda darnaanteeda yaa shimbirki ku soo dagtay wuxuu aaminay waxa uu ku dagtay in ahaayeen darbi ama jamaadad inuu ku dagtay ama shay kale jamaad baan wamarta hada koor waxa saqadad waxa dhacday fi jaamac al-basr masajidka basr ku yilo jaamac ah waxa soo dhacday usduwanata usduwanu kana leeyahay mujidu tiirkan weyn aso dhacay macna tiirka markuu soo dhacay in zaaja waxa arga gaxli suquuti ha dhicitaankeed ahlu suuq iyo arga gaxeen wakaana baadhu ibn huway yusalli fi masjid ku dukay falam yashur biha ma badareemin ba usduwanada dhacday ee dadkii suuqa joogay inta dareemeen soo kala carareen ninkan salaada ku jira ma bal la socoyba wa min shiddati istiqraqihi fi salati yaani marqamidi soo salaada oo ku marqama darata macna markaas uu hawada ka baxay ninkan marka lama basuciyo salaad oo ku jira awadeed xusan socan masajid kan duma iyo lama socdo wax kale ma socdo wax kale ma ogaado wa kana baadhu muxuu ayu sali wa sheegnatas wax taraqa waxa gubtay bin naari beytu sayidina ali ibn xuseen wad ali ibn xuseen al mashhur bi zayn aabidin kitabu quraan soo qaadana ma oo iyo ahay laysil qadiibiga soo qaadana sameen ninkaas imaamka gurigiisa adab ka kacay wal xaal huwa saajid asigana waxa ku jira سجود كجرا فجعلوا ضدك وحيقود قال يسيحون علي إني كوقيلا إلين النار النار وردبك دبك إلين معنا ضدك يا كوقيلا يا ابن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه وما تحس كرب صوغات فلما فرق من سلاتي مركو رمي صغير لو ذلك ولا سؤال وحال حاكمون علي قال مقوى سحور ألهتني وحائي مشغوري عنه دبك أن حقيسة وحائي مشغوري نار الأخرى تيكل نار تيكل وينيت أنا قلتي مشغوري إيه حي المامسيسي نار تانا شيغي سينو سيبالكا تي وينيدو كدريت ابي هلمام سي سوراني ساسه قاركود ما هينو واتي لداي لوقتا لا ربا ان لغا غويو وانا لوغ سوخيا ماركاس وخي داي يان لي سوخينو داو لي سينين انا اس سوخي سان سوخا انا اقاني صلاه دمغان غلو لوقتي جرا
صلاة دانجلو أنا نلصق عن واحد عايه صلاة دانجلو ممكن إسك بعدي أمبوتيشن هلا يوصل من هاي أنت سكورن أري عندك سوما هير كاسي دت كاسو كجارين معناه هير كاسي كجارين ولما سرق مركل الحادي فرس الربيع ابن خثيم قشيم والحال هو في صلاة أكدر جعل الناس دت كحيق دجال يدعون عليه فقال الربيع يعني دت كحيق دجال نيك فرس كقاتيني هبارين معناه مركز الربيع حول لقد رأيته أنا جوا أركي ورحينا أطلقه مركز نيك فرس كي تفر تلا دقائق أنا وأوجدون مركز الحين لو طلبته فأخذته منه ساسا في عناله حتى نيك ترى عدسة وحاي كريبت ساسا في عناله مقاس حول صلاتي أحب إلي من فرسي فرس كان كي جاول قادا إيه صلاتي ليا اللي يجي علبة يعني صلاتا اللي يجي علبة مقا أناف صلاتي كجرو ما فرس كي والله وده أفر أفر وجاء صورة قل ما ينورات ساسا يعني مركز دتك أساس يعني أبي حنيفة أدب عديس وحكمي ده هجرتي قرقة ودقية كركيس وكدو فجأة قرقة كركو ككرة ميال كرة ولا هاي قرقة معناها ماشى هسوق كرة والتاجية مرك قيام كيسة سائدة جبر مرك عدة درس كك جبر يروج جوكت أو حكت بعد عدو حا إسكت تاجن إني تير عدة عن ولاد إني قرقة كيسة ساسا كده بعد إني بري قدام إمام كوادنت إمام كادونة جبرت حيوي سمرك وحتير أيده أيوة أمي تويس هبرتين أنت وعيت رهاي عدا نقول ود ود متير كذا كم قط تير ما هي نتني إمام ما ماشي جوجي نبدأ ما صلاة كده كده يعني دت كهار مركز صلاة حيك جوجين مرحلة داسية كتانا ماشي أنا قاعد كو 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 أنت لسه باش أنا وده ولا قين أو حتى وح هذا النجا صار حب حنا عن لوجي ماشي هسي دت كهار مرايم معنا حالك وصاصوا سا قصون كده نسيب دين هذا وحاجر قصة ليه بير أو حاجة لوبحي بستان والخمسين لوبحي نين سحابي يا أسوق كل أحد دكاية أو بيرتق ورحدادة يا عجائب تيد حلق أو حقد سيدنا عثمان بن عفان بيرتق ورحدادة يا عجائب تيد وكايا أسوق بيرتق ورحدادة كم مشغول صن فسهاع نيجان صلاة السهو يا كدع صلاة السهو قاعد وكدع عاي إسلامك وارد غاقاسي عثمان بن عفان وتجي بيرتاسي وحور أنا جا وصدقي وبروين بيرت محاس صدقاوي بيرتان أنا واقول كل أحد دكاية واقي مشغول سي سهو يا أنا قدع مركو حور خلاص بيرت أصف صعوة قنتم كن أو دينار على جبهي بيرت الله صدقه كلمة حيو صدقه أسوه كنت كائن أيضا سهو أقعد عام مركز صدقه مركز حاله بحشي بستان الخمسين عاني بأهد وأركض أنا إذا كتابتك وقرانه أو حديث قصائي نقول دعشتين نوي مادون مركز دادك أساسي هذا السحابي قاس مركز أساس سميها ميت كالو أسنا وحاجري أسوه بيرتيسي كل أحد كاي أو هو أركض شمبر لبقي دو بيرت إيلا دو أسلح قلين شمبر أسونا رح قلين إيكا بحلا أوجد أساس صلاة كوجر أفر فر 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 بيرتون قرح بدن تا أنتوا أردت هالدية سهوا يا كذا أصلا واقع صور ده النبي قاعد سنة تيم ده بيرتون واقع صدقاني وحش غاكم اللي سهوا يا كذا صحابة ده سو جب كده تيم قدام العساين قوي النبي عليه السلام أو ده هاللي يقعد شو فإنها ألهدني فإنها ألهدني في صلاتي أو كما قال صلاة ويجا مشغول مرة ما جرينا أساسا صلاة ويجا مشغول سه اللي يقعد شو النبي قاعد سام مرة دواعي شو مركز أيقون حيث يراعيان نبقى عسلام يراعي مركز حوص ما شيء كستو سلاديسي كقصيبة حوكنا غا فارقو كنا غا برنانكو قبل حياة تتكور السيدة سيئة مركز سلادو حيقون غطي لذلك وحان أركينا أو كتابتك وأركينا لو أني مو صحابة كمدهين أي تم سيئك نبقى عسلام كدو كدين أو إليكو مدى سلاد المغرب ميشي كدو كدين فرديين أو عشهي لقاري هدي برنانكو بحين لما دودي النور كما كعينو لما دودي النور أي جيت كما مرينو ee markii nin walba gurigiisa la tago dariiqa u leexay kan dariiqa u leexana nuurkiisa la leexday kan dariiqa u leexay xaal la leexday nuurkiisa la leexday as-salaatu nuur anaga soo qaadan hadiis ku jirto oo sax ah ay ku murubayno salaada markaa hadii sida ay u qorantay kitaabka u qoro ugu qoranta hada u fulino allah nagu dhabeesiye oo waxaan sheegaynaa waxaan sameeynaa isku mid allah ka dhige yaani hadaan sidaas sameeyno xaso baxay nuurkii oo saxna waa naga soo baxaa نتيجوينك الصلاة إيه لهذا أدرنا وأنا قصود هذا الدلاع يعني الصلاة هذا أنا مسألك لو مهم هذا إسكو أدادي ويسو قاجة ما مدتك على طوغة مثلا مالك لا يتو قاجة اللي وحل لك راجر مسألة ما هو أيضا وقتنا وانسان كشير واعلم أقول أيها المؤمن المشق أبقى على نفسي أبقى المحب جعل لديني دينك الزعل أنه شان يجب عليك وحاكوه واجب مراعاته أحوالك أحوال أهلك موجودين واعلم شو قلت لي واعلم واعلم بقى الله واتي لو
واعلم أقوك أيها المؤمن المشق وبقى على نفسي وبقى المحب لدينه جعل أنه يجب عليك وعاك واجب مراعاة أحوال أهلك إنا إلى الصلاة وتعهد شؤوني إنا فاتفاجوت في أمر الصلاة وأن تقوم إنا أقعد بواجب تعليم تعليمك بريد هذا واجب كذا لها صلاة الله براد وأمر من الأمر بها صلاة والمحافظة عليه الأولى مهاجر أديق راعية تعليم وكل راعٍ مسؤول عن رعيته السؤال واسمع لقيس ومقل قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبع عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إيه وقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إلى لي إيه وأهليكم نارا كإلى لي وقودوا النار تكلوشدا يا واي الناس إيه والحجارة تكلوشدا كإلى لي مرك عداد هذا حلقة روينا كإلى شيء وأشرح الصلاة أدبرته وكحقيقة صحت أين وصحت أين كلا ساس ورساد وقد كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم حواي بعد نزول هذه الآية يذهب إلى بحر إلى فاطمة إيه وعلي وآدي جراد كل صباح صبح كسر ويقول عرجل الصلاة وكان يفعل ذلك سميع شهرا بلاد أخرج أبو نعيم حصص صار في الحلية كتاب عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال إنه كان النبي حواء صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق هدي عرير أم بشدة يكد دقته أمرهم بالصلاة وفرع وتلاوحون أقرأ وأمر أهلك بالصلاة إمام أحمد بن حنبل في الزهدي وحصص صار عن ثابت السكوري قال إنه كان النبي حواء صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله قساسة هدي أصيبته نادى أهل أديبه يقرع نادى أهله بالصلاة وبيرة صلوا وراء هدي قاعدة ما حداي صلاة أهل دكتور دعوات وكانت الأنبياء عليهم السلام حيان هدي أرنكوسو دكتور فزعوا إلى صلاة وأرجع حيان سلف كوسيدا سيا هدي قاعدة ما حداي قوموا فصلوا صاس دعوات بهذا أمر الله رسوله وأمرات ثم يضلوا الآية آخرها حيان مرك صلاة أيضا بحيث مرك سورسي أو إنك سورسي إنك ما إنك سورسي مالدي كرامر مال دقالة كاسيو قال يعني ما نغكرت موجودين ما دام اللي يقول هذا قاجوتو أو حتى قاجكوا يصير تل أدوا قوموا فصلوا إنك سورسي ما نغكرت أمر مال دقالة كي ما ينغكرت مرك الصلاة ده سابق كابضا كونا في لواد هذا يقول تمر قرحوا دعاء قلبت الروان مشغول شيء والله سبحانه وتعالى أعلم.